بركات من البكاء بركات هيا شوفوا يا البنات دوق نقدو تصويرة عائلية هيا العروس العروسة موسى عليك يا وليدي وربي يزين سعدك إن شاء الله شوف السي الميلود عنده 7 بنات قالوا لي الزين والشطارة وكل صباع بصنعه يماك شاطره في هذا الشيء انا نخير وحده اللي تحبك على شخصيتك ماشي تحبك على زينك ومالك ايه يا سي الميلود شحال تمنيت كيما نهار اليوم يكون راجلي الله يرحمه في بلاستي الله يرحمه ويوسع عليه بالصحه ونخلع لك سبع الله يبارك ايه سبع ونص سبع ونص سبع انا نقول لك اختي حتى جاب لي ربي كليل كليل تبدل كليل تعالى سي الميلود حنا كي نكبروا ونشوفوا ولادنا ديما صغار وديما تبدلوا هي بدات عندك الحق بصح اختي حتى انا تاني بناتي ولاو يبقصوا يقولوا القمر طلي ولا نطلوا وعلى بها جيت نخيرهم سيغسيت ديركت طول عمرك وما يكون لا خاطرك دوك تشوفي وتعيري بعينك اختي حده ليليا ليتيا كاتيا هاملك هاملك هاي لاسمتي عندي ليسا ليليا الاولى ليليا كاتيا لاميا ليديا مونيا صفية وهانيا الله عليكم يا البنات نقدم لكم خالتكم حدا مرت صاحبي ديال زمان وراي هنا باش تخير واحدة منكم لوليدها باش نخير يا سي الميلود خموس عليهم واش تقول فيها الباشر على بالي بلي وليدي عنده سكسي باس بوا تغشاو عليه واش تقول الباشر هذا اللي حنزوجو به انا منزوج بهذا انا بالك اختي حدا انا بناتي ربيتهم على الحنانه الضرافة يتسلموا بعضهم بعض وكيحسوا وحدة رايحة تروح عليهم صاري لهم كي التوام توالفوا بيناتهم بصح انا ندي وحدة فوالا سمعوني مليح يا البنات كي شفتكم مغاشيين على وليدي الباشير مالا غدوة نجوز لكم تيست تيست بابا عمك لا بابا لا بابي انا نشوف وليدي يخير علاش راكي حابة تزوجي بوليدي؟ مازالني صغيرة أنا راني حابة نزوج بوليدك مانيش حابة نزوج بوليدك مانيش حابة يا أخي كي نزوج مع وليدك تروحي تنجمي تعاودي لي السؤال ما هي الخصايل تاع المرأة في الدار؟ أني سير بلي ما فيا حتى خصايل ما لازم تكون فحلة وكلمتها اللي تجوز لازم لها بلوزيغ فام دو ميناج لازمها تحوس دير شوبينغ بيان سور وحدة تطيب وحدة تغسل وحدة تنقي سيغتو دير بزاف لي ريسيبسيون في الدار باسكو انا نخاف على يدي هذا سؤال تاعك صعيب دوكا راجلك يزكي عليك ولا يعلي صوتو عليك مش ديري شكون هو راجلي راجلي يزكي عليا نرفد حوايجي ونروح عند بابا عند بابا انا عاقله بابا وما يزكيش عليا بابا ما يزكيش عليا داكريش انا Je demande le divorce. Oui. Avec dommage et intérêt. Mais par direct. Beaucoup d'intérêt. Fadl l'adda ou le miskaniya. Mais zgali hatta wahed. Mais zgali hatta wahed.
La mienne. Ça s'est bien passé le balah. Allah, mala bali. Ça a l'air de toute façon, si tu n'as pas les réponses, rien les machines là. Je n'ai pas que mes chiens, je n'ai pas que mes chiens. Ça, je te dis que j'ai mal. Tu n'as pas avec Sophia, je ne suis pas fait. Elle me fait un toile, et pourtant papa est de l'air de la laule de Hedda. Chbab, Sbab, Allah Ibarak. En tous les cas, il va rire, moi, ma zoujbe. Pour je compte finir, il va te zoujbe. Il y a une manie, Khaïfa, quand il y a des questions, il va rire, il va te le tour, il va te dire, il va te dire, il va te dire, خوشی جا دارمی خیلی دارش های مجدت نا شنو های دامونی ها؟ هلا بلیش تو که شوفو هدی ما تکون غیر ایا حلی حلی انقرام عزیزتی البشیرت رانا کمنا البخمی دست ولا راكم حابين تعرفوا لي ريزولتا اضربوا حتى وشبحوا روحكم مليح مليح اليوم في الليل نبعت لكم لي شوفور ما تخافوش مازال كاين لي سبوار مع البشير افكتيوز واحدة حيتو عجزت وحده منكم هذا الشيء كامل سيتي غير البخومي تيست مرحبا بكم يا البنات فوالا كما قلت لكم انا نجربكم ندير لكم تيست بصح البشير هو اللي خير ام هنا اربعه وردات معناتها ربعه اللي يربحوا دوق البشير يعيط ربعه فيكم هذوما اللي يربحوا اللي راهو في البيستا واللي ما ربحوش ما يغيدهمش الحال الا ردوا باللعب كل شيء بالمكتوب بشير ليك لاميا Thank you.
Fatia.